أو إيش الشخص للمرتبطين؟ طبعا الارتباط مش بس ارتباط في زواج أو خطوبة، في علاقات حب بتكون ارتباط، مثلا ارتباط حب بتكون لها سنين مثلا، أو علاقة جديدة تنفع علاقة جديدة طبعا. فأنتوا خدوها لحسب أنتوا شو وضعكم في العلاقة، زواج، خطوبة، حب، حب جديد، أيا كان. المهم ارتباط، المهم أنتوا مع الشخص مش بعيدين عنه، مش منفصلين. أنت يا برج الجوزاء حاليا الشخص اللي شافك إن أنت مسيطر على نفسك جدا ومهتم بنفسك جدا جدا، الشخص هذا شافك إنك أنت اهتماماتك رايحة لشكلك، لنفسك، لذاتك، مش له كشخص. هو شافك انت في برجك، انت بتحب انك تهتم في نفسك، بتحب الحياة وبتحب المرح والفرح، لكنك قوي العزيمة، وكأنه من الصعب انه يسيطر عليك. الشخص هذا بيحاول يسيطر عليك، وكأنه من الصعب انه يسيطر عليك. فكرة الشخص هذا كأنه من غاز انه هو مش قادر يسيطر عليك. هو بفكر فيك ككوين اوف واند، يعني الشخص اللي بفكر فيك كشخص جميل جدا جدا، فيك كاريزما عجبته جدا جدا، شخص انيق، شخص لبق، شخص بتحب الجمال، جميل وتحب الجمال، وشايفك شخص انت مسيطر اصلا على عقله، ومسيطر على نفسك، ومسيطر على مشاعره، ومسيطر على كل شيء فيه. الشخص هذا بحبك جدا، وانت مسيطر على عقله لدرجة انه جمالك، شكلك، أناقتك، لبسك، كل شيء مسيطر عليه، هو الشخص طبعا هو شايف ان انت مسيطر عليه في الشغلات هاي. سيطرتك على نفسك، قيادتك لنفسك، قيادتك لأناقتك كمان، شايفك قائد لمشاعرك، وانت بتعرف امتى تمسك مشاعرك وامتى تتركها. طيب الشخص هذا عشان هيك هو شايفك سولميت، اعتقد هو اللي شايفك سولميت، مش انت شايف سولميت، هو شايفك سولميت، انت رفيق الروح، هو انت الرفيق اللي هو بيحب يضل معي. فالشخص هذا شايفك انت شخص غير عن توقعاته، عن خيالاته. اعتقد انتوا مش في زواج، لا، انتوا يا اما خطوبه او ارتباط، علاقه جديده، هاي علاقه جديده. احكي لكم ليش القوة والضعف هي اللي مبينتني. هلا احنا بنحكي في العلاقة عن قوة العلاقة، كيف رح تضل قوية، وإذا في شيء إذا راح رح تكون ضعيفة، اللي هو الضعف اللي هي عدم التواصل مع بعض. القوة إن أنتوا تكونوا حاطين حواجز، أو خليني أشوفها أكتر، أسوار بين بعض لكن مش عالية جدا، منخفضة قليلا، أو كل واحد يعرف حدوده في كل شيء، وحبك لنفسك هو الحدود اللي عاجبة هذا الشخص، أو شايفك إنك أنت عارف قيمة نفسك تماما. فالقوة العلاقة مع هذا الشخص رح تكون فهمك لنفسك وتقييمك لذاتك ولنفسك كمان، مش بس شكلك، لا، كمان حبك لنفسك، وانك انت بتحط حدود للي بيعجبك واللي ما بيعجبك. وكمان على فكره اذا علاقتكم بدها تنجح، عدم تدخل الاطراف بيناتكم. انتوا في ناس حواليكم كتير وكانها تتدخل بيناتكم وبتحاول انها تفركش هاي العلاقه، فارفعوا الحدود. لان ليش؟ نقطة الضعف اللي هي الـ 8 of Wand، ففي كلام كتير، أو الاستماع لكلام الناس أو كلام الأطراف اللي حواليكوا، هي اللي راح تهد هاي العلاقة، هي اللي راح تشعل نار في هاي العلاقة. فهم بيقولوا لك حط حدود للأشخاص وللناس اللي بيحاولوا يتدخلوا في هاي العلاقة فقط. واحتمال إنه أنتوا تتواصلوش مع بعض بشكل مستمر، احتمال انتوا تتواصلوا مع بعض كل حين وفين، او فيش تواصل فكري بيناتكم، في تواصل روحي لكن تواصل عن طريق الكلام،
عن طريق مثلا انه تفتح قلوبكم لبعض وتفهموا بعض. مش عارف اذا هذه انا حاسسها انها نقطة القوة، انكم تحطوا حدود للاشخاص اللي بيتدخلوا في حياتكم. بس انه يمكن كمان حبك لذاتك، الحدود اللي انت حاططها لنفسك هي صحية، يعني بمعنى انك ما بتخلي الشخص يتعدى عليك، على شخصيتك، على كبريائك، على كرامتك. في هذه القوة ذات نفسها في العلاقة او الك انت، هذا الشخص اللي مخلي الشخص هذا يحبك وهو شايفك هو سول ميت. فدايما خليك انت حامي نفسك وحامي قلبك، ودايما كون شخص مش تقيل ولا خفيف كتير، يعني يكون متوسط. طب خلينا اشوف شو نوعية هذا الشخص وشو نوعية معاك الفترة القادمة. الشخص هذا بيفرق عليك، بحبك حب مش طبيعي. الشخص هذا حب وشايفك انت هو بده بداية معاك، وبده الشخص هذا معجب فيك حقيقة لشكلك. أكتر شيء جاذبه شكلك، شايفك أنت حاطط حدود بينك وبينه. يعني مثلا أنت ترفض العلاقات اللي من غير زواج، علاقات جسدية. الشخص هذا بده يمكن إذا أنت كنت في خطوبة، في الشخص هذا بده مثلا يعجل في أمور الزواج. إذا كنتوا في علاقة حب، فالشخص هذا بده يخلي العلاقة تصعد لموضوع الارتباط والخطوبة. إذا أنتوا كنتوا في زواج، الشخص هذا بده يشتغل على العلاقة عشان يلفت نظرك، وبده بداية جديدة معاك. والشخص هذا مش مخبي عنك سر، الشخص هذا حقيقي أمامك. الشخص هذا بده يظهر مشاعره كلها أمامك، بده يظهر حبه إلك. ف إيه هون حقول انه من الافضل، في شيء افضل. خلينا نشوف الشخص هذا شو مخبي عنك. معلش سامحني بس، او لا عفوا، خلينا نشوف شو هو الاشي الافضل اللي ينصحوك فيه يا برج الجوزاء. ناين فوند، في اشي افضل من طريقتك انك انت تتعب هذا الشخص بطريقة مثلا الإغراء أو السيطرة على نفسك، وتعرف إنه هو راح يغار. احتمال إنك أنت تستخدم أسلوب الغيرة، تشعل في نور الغيرة. ففي أسلوب أفضل، في بتقدره تستخدم التواصل، توصل مشاعرك لكن بحدود. يعني ما تخليش يخترقوا الحدود معك، خليك رافع الحدود. أنا شخص هذا معجب فيك جدا، فأنا بعتقد إنه في طريقة أفضل انك تخلي الشخص هذا يغير عليك، يفكر فيك بزياده، ينقض عليك بزياده. يعني حس انه هو فيش وسيله الا مثلا يسرقك، يخطفك، يستعمل اساليب مش مظبوطه. ففي طريقه افضل من اللي انت بتعمله، من انك انت بتحاول تسيطر عليه بطريقه الاغراء، او بطريقه انك انت شخص جميل وكاريزما ومسيطر على نفسك بذات الوقت، او مش مثلا مش معترف له مش معترف له بمشاعرك، وكانك انت هيك حاسك طقق فيه بس هيك حساسي. يعني بشوف انت شو قصدك. هون بيقولوا لك في شيء افضل، في شيء افضل. الشخص اللي صار ميت هو حاسك انك صار ميت، مجدد لك بشكل فظيع هذا الشخص جدا جدا. يعني شوي راح يخطفك حتى لو كنت في زواج. انت احتمال انك بتعبرش عن مشاعرك لكن بتغيظه في حركاتك مثلا في افعالك. طب خلينا نشوف كمان الشخص هذا
شوف والله احتمال انتو في زواج، احتمال هذا الشخص راح تزوج احد غيرك او دخل طرف غيرك وخبى عنك هذا السر لفترة طويلة وعنده طفل عن بعض منكم طبعا. احتمال وانت نازل في شغل من تحت ضرب بالسويت زي ما بيحكوها بالسويت الحزام. احتمال يكون الشخص هذا ارتبط بغيرك وانتم مرتبطين خلال الارتباط، والشخص هذا انت كشفته لانه مكشوفة حقيقته مكشوفة امامك مكشوفة امامك، وانت كشفته وعملت حدود بينك وبينه واكتشفت ذاتك، وانت فرجيته انك انت اكتشفت ذاتك وسيطرت على نفسك وبطلت اهتماماتك فيه. هيك هو شوية كده نوايا الدجل، نوايا مش حلوة يعني، نوايا يعمل شيء شيطاني. اوف غيظ الشخص هذا منك، غيظ قدم لك فرصة عرض ولا في الخيال، عرض يكون ناري، ده يكون ملفت للنظر جدا جدا. او احتمال الشخص ده يعرض عليك علاقة اذا كنتوا خارج اطار الزواج، فالشخص ده يعرض عليه علاقة، علاقة متكاملة يعني علاقة جسدية مثلا يعني، وانت عارف ترفع الحدود هيك. الشخص هذا بده يخترق حدودك، فانتبه يا برج الجوزي، خليك شوي يعني تراجع شوي بقصة انك انت تلبس وتغيظ وانك انت علاقات اخرى ودخلت علاقة اخرى. لو فيش عندي قراءة تانية فصلين تبعت فيها اكتر لان فيها قصص كتير. طيب خلينا نشوف للمنفصلين، خلينا نشوف هون شو بيحكوا لنا. عامل الان ديسكورد تمام. طيب انت عن جد هون هذا شريكك الحقيقي، هون بيقول لك من سنة، من الان حتى سنة. طيب من الان هذا الشخص مكسور قلبه عليك جدا 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 يا برج الجوزاء. شو مشاعره من ناحيتك؟ كيف بفكر فيك؟ كيف شافك في الماضي؟ كيف شافك الان؟ مش انا وياه عايش. الشخص هذا يا برج الجوزاء كسر قلبك، وفي الماضي هو عرف ان هو كسر قلبك. انت يا برج الجوزاء هو شافك انك انت اصبحت شخص مسيطر على نفسك، وهو شاعر انك انت اصبحت ذو كلمة عظيمة مش زي ما تركك في الماضي. الشخص هذا شافك انك انت احتمال ارتبطت في زواج اخر وكسرت قلبه، او في علاقة اخرى وكسرت قلبه. الشخص هذا بيفكر، خليني اشوف لكم اياها بالضبط. الشخص هذا شعر انه هو يحترمك، يحترمك جدا جدا، وحسك انك انت شخص متدين وانت تؤمن بكلام الله، واحتمال انه انتو اشخاص مختلفين في العقيدة، في الديانة، او في العادات والتقاليد. انت شخص مختلف عن هذا كليا، كليا شخص هذا مختلف عنك، هو حس باختلافات بيناتكم، اختلافات جوهرية. إما الشخص هذا أكبر منك سنا، أنضج منك، يا إما اختلافات عمرية أو مذهبية أو مسافات. الشخص هذا حس باختلاف كبير بيناتكم، لهيك الشخص مكسور قلبه عليك، بفكر فيك بكسر القلب. الشخص هذا
احتمال انك انت كنت مع هذا الشخص اللي انت تزوجته، الشخص ده بيفكر فيك في كسرة قلب، او الشخص ده دخل في زواج وبيفكر فيك في كسر قلبك. الشخص هذا يعمل اشي كسر قلبك، يا انت كسر قلبه من ناحية الاختلافات اللي بيناتكم، او هو حاب يكسر قلبك فراح مثلا تزوج دخل علاقة اخرى ايا كان. الشخص اللي عارف انه كسر قلبك وهو كمان مكسور قلب عليك، الشخص اللي مكسور قلب عليك وبيفكر فيه خايف منك، الشخص ذاك الشخص ده خايف منك ومتبعتك، مش عارف كيف يصالحك او يشافيك، مش عارف كيف دي وجهك في الحقيقة، انه هو دخل عليك طرف تالت وهو بدأ بداية جديدة كمان. فالشخص هذا اما تزوج وكسر قلبك، اما دخل علاقة مثل خطوبة وكسر قلبك، اما انتو الاختلافات اللي بيناتكو هي كسر قلبك، قلبك وقلبك، فخدها بالقسطاك وانا تنطبق عليك تماما. الشخص ده كان شغلك الماضي انك انت وحيد، انت كنت في علاقة زواج او علاقة حب خلتك شخص تحس بالوحدة وتحس بعدم الامان، لا معه ولا مع شخص اخر. انت كنت شخص طالع من علاقة او من ازمة مالية خلتك تشعر انك انت شخص مكسور حزين، مش لا مبالي، لكن خلتك شخص انك انت ما تأمنش للاشخاص. شخص هذا كسر قلبك. شخص هذا هو تركك وحيد، او الشخص هذا اجاك وانت طالع من علاقة ودخل حياتك هذا الشخص وهو كمان كسر قلبك، خلاك انت كنت خارج من الانفصال، اما مادي شعور بالحاجة الى المال، او كنت خارج من الانفصال زواج. اعتقد يمكن انت معك اطفال او معك طفل او معك حدا، مو احتمال انه كان شايفك انت غريب عنه في بناتكو مسافات او في اختلافات بناتكو، ايا كان الشخص ده كان شايفك انك شخص اما مختلف عنه او شخص كنت تعبان جدا جدا لما قابلك، لكن الشخص ده اختلفت رؤيته تماما عنك تماما في الماضي، عن الماضي تماما. الشخص ده شايفك انك انت شخص عنيد 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 عنيد، شخص حققت انجازاتك في غيابه، شخص انت كلمتك هي الكبرى هي اللي بتمشي، وشخص انت حققت جميع انجازاتك في غياب الشخص هذا، او شخص انت مش فقير ولا اشي، كان ممكن شايفك انك انت لا تملك مال ولا تملك شيء، وتفاجأ فيك الشخص هذا انك انت معك مال ومعك كل شيء، لكن مثلا كنت بتمثل عليه عشان تشوف اذا شخص هذا طمعان فيك او لا. فهو شايفك انك انت شخص عنيف، شخص ذو انتصارات، وانت انتصرت على نفسك وانتصرت عليه، بما انه شايفك انك انت العلاقة هي تنشطها وانتصرت عليه وكملت طريقك وكملت عملك وانجزت انجازات عدة من دونه، وقدرت تتخلص من المشاعر السلبية اللي كانت فيك او اللي شايفها فيك. طيب خلينا نشوف وش نوايا، وهل في رجوع ولا لا. هو نوايا استقرار معك حقيقي، استقرار حقيقي، لكن الشخص هذا رجع بتريق في بنتك لسه بفكر، الشخص هذا بفكر هل يعود او لا يعود، بس هم عطوك من عام من الان من الان من الان انه راح يصير شيء. الشخص هذا في وضع طلابي، في علاقة أخرى، الشخص هذا متزوج أو مرتبط أو شيء. الشخص هذا عارف إنك سبت، الشخص هذا عارف إنك تركك وحيد، تركك آسف الحياة. الشخص هذا عارف، تأكد كمان
الشخص ده لسه في علاقة، لكن علاقته التلاتية إذا هو في علاقة تلاتية الشخص هذا